قبل، انا عايز بس قبل ما اسيب محمد صلاح يا كابتن اشرف، انا دلوقتي احنا بنتكلم على جماهير كره قدم مصريه فرحانه جدا ومبسوطه وهي بتسمعك دلوقتي. في جمل من جملك الشهيره دايما بتقولها بينك وبين نفسك وانت قاعد في اوضتك بتتفرج على محمد صلاح لما بيسجل هدف حلو، بتقول له ايه؟ محمد صلاح اسطوره بمعنى الكلمه. كلمه مو صلاح دي جوه قلبنا، ده راجل ده جوه قلبنا، ده محبوب حب، انا بحب ده ابني محمد صلاح ده، لانه فرق العالم كله. وبرضه يعني هدي لك مثل، معلش سريع، تعمل لي شويه في الناحيه الفنيه. اتفضل. طبعا لان صلاح معظم اللي بيزعوا له بيدوا له حقه 100% بس بشكل جميل ببساطه، يا صلاح يلا يا صلاح، انما ما حدش اداله حقه في النقط الفنيه. ده بيعمل ده ده ده, ده ملوش حل. ده اسطوره بمعنى الكلمه. هديك حاجه بسيطه كده في ماتش مانشستر سيتي اللي هو اتعادلوا 2-2. الجول اللي جابه ده جول يتدرس، ده عالمي، ده عمل 8 مراحل. انا عملت تحديد اناليسيس للجول 8 مراحل. يعني اول حاجه الثلاثه بتوع نص الملعب بتوع الفريق المنافس مانشستر سيتي بقوا فلات. صلاح حافظ دي كويس قوي، علم نفسه بنفسه، اول ما بيلاقيهم فلات بينقل في ظهرهم. طب دي عملها مع منتخب مصر لما كنا في ليبيا ما بتجيلوش، بيعملوا لسه التحضير السلبي ويرجع بيها، ده اللي رجع لده وده يرجع لده، انت هنا لازم تعمل تحضير ايجابي، لازم تبقى فايت. صحيح. فمع ليفربول بتجيله، جات له وهو بيستلم، عمل بروتكت، هو ضهره قلب، عمل ترن بقى بوشه وعمل بروتكت للكوره، موقف واحد ضد واحد، قام عامل ستوب للمدافع، المدافع مرتكز 100%. واحد ضد واحد عمل له ستوب، قلب الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد ثلاثه، قام عامل ستوب ثانيه للثلاثه. الستوب دي شرحها يطول، يعني ذاكرتها كويس قوي، اللي هو عايله اللي عملها السبعه والثمانيه دي في اللغه بتاعتنا في الكوره الشراب وفي السداسيات، هو عملها دي اسمها ستوب، بتثبت الاعصاب الحسيه الحركيه للمدافعين اللي هم الثلاثه. بقى العقل لما بيدي اشاره هنا بيدي اشارات لعضلاتها تؤدي مرات دفاعيه ما هماش عارفينها، صلاح عارفها، بقى هو الكنترول. بعد كده زقها من الثلاثه خلاص ما يقدروش يحصلوا. صحيح. دخلنا في المرحله ثانيه ثالثه رابعه، بعد كده واحد ضد واحد مع اللاعب النمره 14 المدافع، من اعظم مدافعين العالم، عمل شيء عظيم يتدرس، قفل له جوه وفتح له بره، قفل له جوه الملعب وفتح له الخط عشان يجبره انه يعدي من على الخط وياخد صلاح في ظهره والكره تطلع خلاص، يبقى قلب الموقف من واحد ضد واحد لواحد ضد اثنين، استعان بالخط كزميل. فصلاح اي مهاجم في العالم هيفوت، فيجي المدافع مرتكز والوقت صح هياخد صلاح في ظهره ويقطع. صلاح عمل ايه؟ تربيه حمدي نوح من اعظم مهاجمين العالم، حمدي نوح طبعا، قام عامل الستوب، قاطم لجوه، ثبت المدافع، المدافع لف. ودي قاعده ثابته بقولها للاعبتنا المدافعين، لا تلف، ما تديش ظهرك، وما تديش ظهرك وما تقابلش، لانك لو قابلت هتعمل بينالتي، وما تديش ظهرك لانك هيكلفتك. فمجرد ما لف صلاح كلفته، عمل المرحله الاخيره، ادى الاحساس، عمل ستوب للحارس المرمى انه يلعب له في الزاويه الضيقه، سحب حواسه كلها ناحيه الزاويه الضيقه وحطها في الزاويه البعيده، جول عالمي يتدرس، ورجع يتفاخر اثنين صلاح. يتفاخر لانه عمل حاجه، لو صلاح ما عملش التفاخر ده وفرد صدره كده كنت هقول ده بعفويه، لا ده هو عارف هو بيعمل ايه. يعني دارس صح وعلم نفسه بصح لانه عمل جول عالمي. وراجع فرحان، فانا ترجمت ده على طول، انا بقيت بصوت من الجول، بقيت قاعد بصرخ يعني، نسيت كاني بعلق يعني. ايوه، ما انا عايز اعرف يا كابتن اشرف انت كنت بتصرخ بتقول ايه؟ ده مهم بالنسبه لنا يعني، وانت بتصرخ بتقول حاجات، الحاجات دي مهمه. انا مراتي زوجتي حبيبتي روح اعظم انسانه في العالم، وبناتي وثياب ابني، عندي اربع بنات ولد، ربنا يحفظك. ساعه ما بيكون في ماتش لايف هم بيتجنبوني خالص، بالذات لصلاح. يعني افوي مي، بيبقوا قاعدين في مكان تاني، لان خلاص بخرج على شويه، لان بقعد ساعات يا كريم بقعد هنا بالشهر ما اتكلمش، ما لقاش حد يتكلم معايا، لان يعني بناتي ولادي بيتكلموا انجليش كلهم، اللغه اولى، وطبعا بيتكلموا عربي زي العسل يعني. فبقعد كده بدور، بقعدين ما بعرفش اجيب الماتش كامل يعني، بقعد اكلم نفسي بس، بفضل ورا صلاح، لان صلاح يعني انا مش بتفرج بستمتع بادائه، لا بس بخطط لعب، عنده جمل تكتيكيه. هدي لك مثل كمان برضه، معلش اتحملني يا كريم. لا بالعكس، ده خد بالك، انا مش بس متحملك جدا، انا نفسي نقعد مع بعض للصبح، فانا مبسوط جدا يعني، فخد راحتك خالص يا كابتن اشرف. انت من اعظم المذيعين والله، حبيبي كتر خيرك. يعني انا لسه بس جاي، ده احنا مصر عندنا كفاءات مش طبيعيه يا حبيبي، تنور. الرياضه يعني مش عايز هجيبها بس واحده واحده هقول لك عليها. اتفضل. بتاعت بالنسبه لصلاح، معلش انا كنت بقول ايه على صلاح؟ على ان نتكلم على انه صلاح وانت بتسمعه، وامور فنيه وتكتيكيه، وانت بتبقى فرحان جدا. فبستمتع بالناحيه الفنيه،
لما جه صلاح انت ارجع كده بالذاكره تصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا ونهائيات افريقيا. الاجوال اللي جبناها الجمل جمل تكتيكيه من محمد صلاح هو اللي قايلهم. يعني كده هو انا اراهن على الكلام ده. صلاح ما يعرفنيش ما يعرفش شكلي. يعني صلاح كان صغير لسه وانا في سنه 2006 اخر 2006 2007 فانا متاكد ان صلاح يعني ما قعدش معاه قال للسوليه على الجمله التكتيكيه قال له انا لما انقل من مكاني ما هو كيروش كله ما حدش من المدربين يعرف الكلام ده غير صلاح بس وانا اعوذ بالله من كلمتين. فصلاح قال له انا لما انقل من مكاني هضم لجوه هوصل عند البوز بتاع السكس يارد انت اعملها لي شيبينجو بس مش مطلوب منك غير كده. اتعملت في غينا بتساو السوليه عملها صح قوي صلاح خلص منها جول. واتعملت في ماتش السنغال في استاد القاهره برضه السوليه اللي عملها لصلاح في نفس المكان لما بيسيب مكانه صح وبينقل دي جمل تكتيكيه ما يعرفهاش غير صلاح. فبيقولها لاعبتنا هو قائد حقيقه بيقولها لاعبتنا اللعيبه يعني يقول لك شو مين اديني وانا جاهز جاهزين قوي جاهزين وحاضرين 100% لخطط اللعب اللي صح. هي عندي دلوقتي ملهاش نهايه صحيح وهيستوعبوها بسرعه جدا لان شيء فن. يعني انت مش انت هتكسب يعني هتكسب ماتشاتك ومش مش مش بهيفي ديوتي مش بخدمه مشقه لا ببساطه لان بتسخر العقل. طيب. يعني اللي انا درسته ده دلوقتي في علم التدريب وعلم التاكتكس كل ده مش اكاديمي من الملعب من خلال 10,000 مباراه اللي عملتها. فانا بستخدم العقل ربنا ادانا العقل يا كريم وعلم الانسان ما لم يعلم وفي سوره البقره ربنا ادى الادم علم الادم الاسماء الملائكه ما عرفوش يبقى احنا اعظم شيء في الكون عنده علم. فالاشارات اللي انا بتكلم عليها دي العقل بيدي اشاره للعضله قد المهاره انا شفتها مع الدكتور مصطفى محمود شيء مبدع. طبعا طلع ان حجم الاشارات اللي بتطلع من العقل للعضلات بصفه عامه او الاعضاء الاجهزه 10 وقدامه اصفار بطول 9 مليون كيلو متر مربع. هايل. عالم بروفيسور اسمه انوها او مش عارف اسمه ايه جابها يعني رقم يشوف عظمه ربنا وعظمه الخالق سبحانه وتعالى وما حدش يقدر يخلق غير ربنا. طيب. ما حدش عنده قدره انه يخلق من عدم غير ربنا. محمد. عشان كده هو احق بالعباده. طبعا محمد صلاح. ونعم بالله يا رب. فالعلم حلو فلما تستخدم العلم في تاديه المهاره لاعبتنا عندهم مهاره بس ما بيعرفوش يقدوها. واحد ذاكر وما نجحش يبقى ما ذاكرش. فانا الاسلوب العلمي اللي معايا ده يعني كان في نيتي بذاكر ان انا اعمل دكتوراه في تكتيك كره القدم. هايل. طيب. بس دي مش هتفيدني في حاجه. انا ابقى دكتور في كره لا انا مش عايز ده انا عايز لعبتنا عايز منتخب مصر عايز اجيب كاس عالم. طيب. شوف الجمله انا المسؤول عنها وانا اللي بقول لك عايز اجيب كاس عالم لمصر. كاس عالم اعلى لعيبه في العالم مهارات وفنيات لعيبه منتخب مصر بس مفيش تكتيكس مفيش جمل تكتيكيه. انت دلوقتي ما بتقوليش دلوقتي بعد اذنك يا كابتن اشرف انت ما بتقوليش دلوقتي نوصل كاس عالم انت بتقول عايزين نجيب كاس العالم. لا ده الكلمه دي ولا اعرفها. ده جزء من كل انا بجيب خطتي وهنفذها يا كريم وهنفذ واسع ابقى سعيد ان انا اول مره اقول الكلام ده. يعني انا دلوقتي بعمل دراسات تدريبيه في تكتيك كره القدم بستخدم الاسلوب العلمي ازاي اوصل ان انا بكسب كل البطولات. يعني بمعنى ان انا بلعب الشوط الاول تمام الشوط الاول الجمل التكتيكيه بنفذ كل 5 دقايق بنفذ 4 5 جمل تكتيكيه. يعني واصل للجول كل شويه واصل للجول بوصل لمرحله السيطره 70% على اي تيم. يعني انا سيطرت 70% مقابل 30% للفريق المنافس. فانا مشكله عندنا كبيره قوي ما يعرفوش في فرق بين انك دوينج او واتشنج او ويتنج. انت لما تستلم الكوره وبتنفذ الجمل التكتيكيه انت اسمك دوينج عارف دوينج يعني بتعمل تشتغل تمام في المقابل المدافع اللي قصادك او المدافعين اللي قصادك بما فيهم حارس المرمى انت اجبرته انه بقى واتشنج او ويتنج بيشاهد وينتظر مش هيقدر ينفذ المهاره الدفاعيه بتاعته الا لما انت تنفذ المهاره الهجوميه. طيب. انت برنس انت الكوره في ايدك والكنترول كله معاك.